الشعب الوطني، تم عقد لقاءات اجتماعات موسعة ومكتفى ماراثونية من أجل الإعداد لهذه المناسبة، نهاية سنة 2023 وحلول سنة 2024. بهذه المناسبة وعلى غرار باقي السنوات وزواء أسبوع من هذا التاريخ، تم تعزيز السدود القضائية وأيضا تعزيز التواجد الأمني عن طريق نقاط المراقبة والعمل على تلقيط أكبر عدد من الأشخاص للتأكد من سلامة وضعيتهم أو متابعتهم، حيث تم توقيف مجموعة من الأشخاص متورطين في قضايا متعددة، منهم من تم تقديمه للعدالة ومنهم من تمت إحالته على الجهة الطالبة. وستشهد مدينة تطوان هذه الليلة تعزيزات أمنية كبيرة وانتشار معقل لجميع العناصر الأمنية، سواء كانت راجلة أو راكبة، مجموعة من العناصر التي ستؤمن الاحتفالات، والتي أتمنى أن تكون احتفالات عادية وأن تمر في جو في حماية للمواطنين وحماية ممتلكاتهم. وأنتم تعلمون أن مدينة تطوان مدينة آمنة، نسعى جاهدين لاستتباب الأمن والسكينة، وأيضا سنستمر على نفس النهج ضمانا لسلامة المواطنين وحماية لممتلكاتهم. أجدد لكم سنة سعيدة على الجميع، وأؤكد أننا مستمرون على نفس النهج حماية للمواطنين وممتلكاتهم وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، وشكرا لكم. We'll be right back.